بول ستارت، انطلاقة قوية بين المتسابقين إلى الصدارة مباشرة. الياباني فوشي غامي شوطا، هناك أيضا انطلاقة قوية من قطر والمملكة العربية السعودية، في الوسط أيضا هناك كوريا والعراق وسريلانكا. الصراع في المئة متر الثانية وفي الخط المستقيم، إذن سندخل بعد ذلك إلى المنعرج. The second curvy. Japan in the lead. اليابان في صدارة الترتيب مع فوشيغامي شوتا. إلى صدارة الترتيب فوشيغامي شوتا من اليابان. Japan in the lead. اليابان إلى صدارة الترتيب. الفوز هنا للياباني في المقدمة فوشيغامي. الصراع الشديد بين البقية. الصين في المركز الثاني 49-90. 49-90. Japan winner of the gold medal. الميدالية الذهبية لفائزة اليابان بارتياح في صدارة الترتيب. فارق كبير بين المشاركين في هذه المسابقة. الياباني يتألق و 49-90 تحت 50 ثانية أمام الصين. اليابان الصين وكوريا في التتويج، وعلى يسار المنصة الشرفية النتيجة كوريا جونغون كيم، الفائزون الثلاثة بالمراكز الأولى لسباق 400 متر حواجز رجال.